بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلبة، طلبة السنة الثالثة لمرحلة التعليم الثانوي شعبة العلوم الاجتماعية. أهلا بكم معنا في درس جديد من دروسنا في مادة علم النفس النمو. نقدم لكم دروس هذه المادة من خلال مدرسة أورينت الافتراضية. نصل اليوم وإياكم أبنائي الطلبة إلى الدرس 46، حيث كنا قد وصلنا في دروس سابقة إلى الجزء الثالث والذي يحمل عنوان مرحلتي الرشد والشيخوخة. طبعا قبل أن نبدأ في تفاصيل درسنا، أستعرض معكم أهم العناصر التي كنا قد تحدثنا عنها في درسنا السابق، وهي على النحو التالي. كنا قد بدأنا في دروس سابقة الحديث عن مرحلة الشيخوخة، وتناولنا الحديث في درسنا السابق الحديث عن أهمية دراسة الكبار والمسنين. أما بالنسبة لأهم العناصر التي سوف نتحدث عنها في درسنا لهذا اليوم، فهي على النحو التالي. طبعا سنكمل حديثنا عن مرحلة الشيخوخة، حيث سوف نتناول في درسنا لهذا اليوم الحديث عن التغير الجسمي والحركي لكبار السن، من ثم نتحدث عن التغيرات العقلية للكبار والمسنين، وأخيرا نتحدث عن خصائص النمو الاجتماعي لدى المسنين. لنبدأ معا درسنا لهذا اليوم. أولا نتحدث عن التغير الجسمي والحركي لكبار السن. أولا، الضعف العام، يتميز المسنون بالضعف العام ونقص الطاقة الجسمية وكذلك ضعف العضلات. ثانيا، تضعف لدى المسنين الحواس، فيحتاجون دائما إلى نظارات من قصر نظر وبعد نظر وما إلى ذلك. إذن تضعف لديهم الحواس وخاصة السمع والبصر. ثالثا، ضعف الطاقة الجنسية وارتفاع نسبة إصابة البروستات عند المسنين الذكور. رابعا، انحناء الظهر وجفاف الجلد وتبقعه وسهولة انشقاقه وكذلك تجاعده. هنا أقول لكم هذه المقولة أبناء الطلبة: إلى أغلى من وهبتهم حياتي أبنائي وبناتي، في يوم من الأيام ستراني عجوزا غير منطقي في تصرفاتي، عندها من فضلك أعطني بعض الوقت وبعض الصبر لتفهمني. لنكون جميعا كذلك أبناء الطلبة. خامسا، يصاب المسنون عادة في هذه المرحلة بارتعاش الأطراف وتباطؤ الأداء الحركي. سادسا، يتدهور لديهم التآزر الحسي الحركي العصبي. سابعا، عند الإناث أيضا تضعف الطاقة الجنسية منذ بداية سن اليأس، أي تقريبا منذ بداية سن الأربعينات. ثامنا، تضعف لدى المسنين المقاومة للأمراض، حيث يصبحون عرضة للإصابة بالأمراض ويستغرقون وقتا أطول للشفاء منها. أيضا يصابون بهشاشة العظام وسهولة كسرها واعوجاجها، لذا يجب أن نعتني بهم، حتى لأنهم عندما يصابون بالكسور تكون شفاؤها صعب. تاسعا، طبعا بسبب ضعف العضلات لديهم وضعف قوتهم، تكثر لدى المسنين حالات السقوط وعدم السيطرة على المشي، لذا يحتاجون إلى مساعدة، فيحتاجون مثلا إلى عصا أو شخص يقودهم أثناء المشي، وهذا ما يسبب إصابة المسنين بالكسور وخاصة الحوض والعمود الفقري والأطراف.
عاشرا تساقط الشعر لدى المسنين وتحوله إلى شعر ناعم ضعيف البنية. أيضا صعوبة الشفاء من المرض وذلك نتيجة لضعف المقاومة للأمراض المزمنة. من هذه الأمراض المزمنة مثلا السكري، ضغط الدم وما إلى ذلك من هذه الأمراض، الروماتيزم. أما بالنسبة للتغيرات العقلية للكبار والمسنين فهي على النحو التالي: أولا، تضعف لدى المسنين الذاكرة وخاصة ذات المدى القصير أو ضعف التذكر المباشر أو النسيان أو أنهم ينسون بسرعة، لذلك يكثر لديهم التساؤل. ضعف القدرة على الانتباه والتركيز، لذلك يسألون دائما أثناء الحديث ويحاولون الإلمام بالحديث لأنهم لا يستطيعون تركيز انتباههم وتكثر لديهم حالات النسيان. أيضا التمييز والإدراك يأخذان وقتا أطول من ذي قبل. يتميز المسنون أيضا بالتشبث بالرأي والجمود على الأفكار، حيث نجد المسن يكرر نفس الحدث أو القصة مرارا وتكرارا. ينسى المسن ما تعمله مع الصعوبة ما تعلمه ينسى المسن إذن ما تعلمه وأيضا يجد صعوبة في تعلم ما هو جديد. فإذا حاولنا مثلا تعليم شخص مسن على تقنيات التكنولوجيا الحديثة فإننا سوف نعاني كثيرا في هذا الموضوع. صعوبة الحفظ لديهم ونسيان الوجوه المألوفة. أيضا نقد المسنين للحاضر والمستقبل والتشبث بأحداث الماضي والتفاخر بها، لا يعجبهم أي شيء من هذا الجيل الحاضر وهذه التقنيات، ودائما يحاولون تذكيرنا بماضيهم التليد وكيف كانوا وماذا فعلوا ويتفاخرون بأنفسهم وبماضيهم وبمنجزاتهم. تظهر لدى المسنين علامات المرض النفسي كهلوسات الحواس، البارانويا، أيضا التعصب للآراء والأفكار وعدم القدرة على المساومة وحلول الوسط. فما يقولونه يجب أن ينفذ بحذافيره دون نقاش. تكثر لديهم الاستفسارات والتساؤلات وذلك بسبب ضعف ذاكرتهم وضعف قدرتهم على التركيز والانتباه. أيضا لدى المسن رغبة في معرفة كل ما يدور من حوله. أيضا انخفاض معدل الذكاء والقدرات العقلية المختلفة لدى المسنين. أما بالنسبة لخصائص النمو الاجتماعي لدى المسنين فهي على النحو التالي: نقص الاهتمامات والميول والأنشطة الاجتماعية لدى المسنين، فما كان يمارسه أثناء مرحلة الرشد من الانتماء إلى منظمات إلى جمعيات إلى نوادي من زيارات وما إلى ذلك، فهذه الأمور تنخفض لديه، هذه الأنشطة تنخفض لديه مع التقدم في السن. تبقى العلاقات الأسرية قوية بين المسنين وأبنائهم كما كانت أثناء الصحة، يبقى متمسكا بعلاقاته مع أبنائه وما إلى ذلك، فتستمر هذه العلاقات الأسرية جيدة إذا كانت جيدة أثناء ذلك الوقت، والعكس صحيح إذا كانت سيئة فإنها سوف تستمر سيئة. يقل سوء التفاهم بين المسنين وأبنائهم، إلا أن العلاقات مع أزواج الأولاد قد تسوء في أي لحظة. وعادة ما تكون علاقة المسنين بأحفادهم جيدة لأنهم يساعدونهم ويولونهم الرعاية والعطف.
أيضا من الناحية الاجتماعية يتميز المسنون بضعف الدور الاجتماعي، وهذا ما يضايقهم ويزعجهم، خاصة عند عدم تقدير آرائهم والأخذ بها بأنهم كبار السن لا يواكبون العصر، والأبناء لا يأخذون بنصائحهم ولا يطيعون أوامرهم وما إلى ذلك. صعوبة التأقلم مع الحياة الاجتماعية المتغيرة، لا يحب تغيير المكان، تغيير المنزل، تغيير أماكن الأشياء، وهذا ما يجعل مواقف الخلاف قائمة بين الشباب والمسنين. أيضا تضعف الروح المعنوية لدى المسنين وخاصة الذكور منهم، فتجدهم دائما عصبيين، بسرعة يصلون إلى حالات من الاكتئاب وما إلى ذلك، ويسبب الانقطاع عن الخدمة وفقدان الدور الاجتماعي وضعف الصحة وتدني الوضع الاقتصادي. كل هذه الأمور تضعف الروح المعنوية لدى المسنين وخاصة الذكور منهم. أيضا يعتز المسنون بالقيم والمعايير والتقاليد الاجتماعية القديمة ويقاومون تغييرها. يميل المسنون إلى مصاحبة أقرانهم من العمر. أيضا يتزايد لدى المسنون الشعور بالوحدة لدى مما يثير حماسهم للمشاركة في الجو الاجتماعي العائلي، وإذا شعروا بالرفض أو عدم الرغبة في تدخلهم من أفراد العائلة يثورون وينزعجون نتيجة لشعورهم بفقدان أهميتهم. إلى هنا أبنائي الطلبة، نصل معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.